مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من داخل ميدان الشجره. كلنا عارفين هالميدان، الناس من بنغازي او من برا بنغازي عارفين بان هالميدان كان اكثر مكان حيوي في بنغازي الحبيبه. اليوم بعد فضل الله عز وجل والقوات المسلحه العربيه الليبيه عاود لنا ميدان الشجره. شايفين طبعا من خلفي كميه الدمار الموجوده وما خفي كان اعظم. معظم الشوارع لها انتهت، كيف شارع العقيب، شارع الحشر، شارع محمد موسى، شارع مصراتة، كل هالشوارع للاسف ما عادش تنفع، لكن اهم شيء الوطن رد لنا. اليوم بعد فضل الله عز وجل علينا وفضل دماء شهدائنا اللي قدموا لنا اليوم الحريه من جديد، نزلنا بكم بكاميرا سراج الاعلام الى هالمنطقه. حنعيش اليوم معاكم في اجواء متابعات من داخل هالمكان. باذن الله تعالى حنخشوا معاكم مع مركز شرطه المدينه، وحنجولوا مع الشباب، حناخذوا راي المواطنين، حنافعوا الناس اللي ردت حواشينها او الناس اللي ما ردتش، نشوفوا من اللي عنده اضرار كبيره ومن اللي ما عندهش. طبعا نقولوا للناس اللي بيوتهم راحا ياخذ سوق، اهم حاجه الوطن رد، والناس اللي ردوا لبيوتهم نقول لهم شنو؟ الحمد لله على السلامه. مع بعضنا اليوم وحنخش في اجواء ان شاء الله يا رب هالصوره توصل للكل. الوطن مش حنخافوا عليه ما دام في رجاله تحمي فيه. بكاميرا سراج الاعلام ومعايا شاركت مع بعضنا في حلقتنا اليوم من داخل وسط البلاد. مشاهدينا الكرام، معنا احد سكان هالمنطقه واحد الشباب اللي كان موجود في حمايه هالمنطقه، احمد مسماري. احمد، نقول لك بدايه الحمد لله على سلامه المنطقه، عدت كاملها من جديد. الله يسلمك ويبارك فيك. هذا بفضل الله، بفضل القوات المسلحه. الحمد لله تم تحرير منطقه ميدان الشجره بالكامل، وسط البلاد بالكامل، هي البلاد بالكامل ان شاء الله، هي البلاد بالكامل. احمد، لو قلت لك تو حليني برايك انا في عوده الحياه الى ميدان الشجره، انت كاحد سكان هالمنطقه، في بعض البيوت اللي تضرر كيف احنا شايفين بالكامل وفي اللي ما زالت، كيف حتكون طبيعه حياتكم والعوده هالمنطقه؟ والله حتبدا العوده الحياه تدريجيا. تم في بعض المكانات تم تمشيط من الغام بالكامل، في وما زال تو بادي الحياه ترد تدريجيا. عندك ميدان الشجره هنا، وفي المباني اللي لاورا، العمارات اللي لاورا سليمات، وهني بدات تعود الحياه تدريجيا. مشاهدينا الكرام، في حلقتنا اليوم معنا الاستاذ سليمان الدينالي الاعلامي المعروف وحبيب الجميع. استاذ سليمان، بدنا نقول لكم الف مبروك العوده الى وسط البلاد. اولا الشكر لشخصك الكريم، لاسره البرنامج، صاحب الانامل الرقيقه اللي ينقلنا في هذه الحلقه. طبعا الشكر والتقدير والاحترام للابطال البواسل المتواجدين في المحور، وللشهداء وللجرحى اللي مكنونا ان نحن نستلم ونعاود ونسترجع مقر فرقه المسرح الجوال. والحمد لله هم الشباب متواجدين اليوم معنا وقاعدين المساعي. طبعا جهود هي اعتبرها جهود جماعيه في التنظيف وفي التنقيب على بعض الاشياء المخلفات اللي ما هيش كويسه. الحياه تو حاليا عودتها الى وسط البلاد او ميدان الشجره كيف نقوله، فانت برايك كيف حتعود الحياه؟ كيف حيقدروا الناس انهم يصبوا لبعضهم ويعمروا المنطقه من جديد؟ هو كيف ما حرروها من الدواعش، بالتاكيد ان ابناء هذه المدينه العاصيه هم قادرين هم يعيدوا الحياه من جديد، سواء لمنطقة البلاد أو صابري أو كل المناطق. أنا ثقتي في أبناء هذه المدينة ثقة كبيرة، وأنا متأكد وعلى يقين أخويا محمد إن مهمة سيتم تعميرها من جديد وستعود للحياة أفضل مما كانت عليه. مشاهدينا الكرام، حيا معي الاستاذه شيم، ومن منا في بنغازي لا يعرف شيم بنت وسط بلاد واللي قلبها على البلاد اكثر او كيف اي رجل. شيم، بدينا نقول لك ياخذ صوك في الحوش، والحمد لله انك دائما عايش معنا موجوده. تسلم، شكرا. يا ريت كل اللي الدمار اللي صار في سيسان وفي بيبان، وما فقدناش من راجل واحد. اول حوش دمار، لكن حنبنوه، وانا ان شاء الله بدايه 10 بالكثير اخر 10 حنكون ساكنه، ترجع للميه والضي بس، وحنرجع. وانا حاليا تو قاعده ننظف، ننزف الرديم، صح هو مش صالح للسكن، لكن انا ان شاء الله حنخليه صالح للسكن ان شاء الله. شنو الاضرار اللي احنا شايفينها؟ هو محروق شبه بالكامل، وسمعت من حضرتك امس انه هو في بلاطات من جوا. كله هو الحوش كله يبلط على بعضها، باستثناء دارين، دار محروقه ودار ممكن الحياه فيها، خطيها كله يبي تصليح. بالنسبه لل
هذا طايح من انا قاعده. طبعا هذه قذيفه لما كنت انا نصور في عماره بن هلوم هم يقولوا سيطرنا على الميدان وانا كنت نزل ان ما سيطروش على الميدان، هذه قذيفه وانا موجوده. اما باقي الدمار هذا كله بعد خروجنا، طبعا احنا خرجنا في اخر 2015 تحديدا شهر 7، الدمار هذا كله بعد خروجنا. شيم اول ما جيتي وخشيتي، احنا عارفين ان انت بنت البلاد وقلبك على البلاد اكثر من اي حوش، بس اول دخولك ما خشيتي وشفتي حوشك؟ شوف يعني انا ديما كان عندي امل وتفاؤل اني انا حنرجع، بس ما كنتش نحسب روحي حنرجع نلقى الدمار هذا بحقيقه. يعني ديما كنت حنرجع نقول يعني حنلقى خراب حنلقى دمار، بس حنلقى حنعيش يعني فيه. يعني ممكن دقيقتين الاولات انا انفجعت حقيقه، يعني خاصه لما لقيتها خاش على بعضها في اماكن. انا في بدايتها في الحوش راني والله ما عرفتها، لما صورت وركزت عرفت هذا شنو هذا شنو، ما عادش عرفت. ربي يحفظك لك اشياء. تحيه اكيد لاختنا شيم، وتحيه لكل مراه ليبيه صابره صبرت على هالنزوح وصبرت على التعب اللي عشناه، وتحيه كده لكل اهلنا وكل ناسنا. ان شاء الله ربي يعوض كل واحد في قد حوش، واكيد كيف ما قالت شيم او اي حد قالها، اهم حاجه بلادنا ردت لنا ودماء شهدائنا مستحيل ننساه. مشاهدينا الكرام، مركز شرطه المدينه موجود معنا اليوم وموجود ورد العمل من جديد. بدايه اقول لكم ربي يعطيكم الصحه وعملكم دائما انتم في الميدان. الله يسلمك بارك الله فيك. طبعا اللجنه تم تشكيلها من قبل السيد العقيد بكر المغربي رئيس مركز شرطه المدينه لحفاظ الامن واعاده الحياه للمدينه، والاستناده لاعضاء الشركات اللي كيفش الخدمات العامه والشركات اللي هي جت بدات في عملها، الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمنتزهات، ونحن طبعا قاعدين هم كاسناد وحمايه في نفس الوقت. وان شاء الله يعني نتمنى ان كل يوم يكون احسن من اليوم، وفي تطورات يعني الحمد لله كل يوم كان احسن من اليوم. يعني رام كيف ما انتم عارفين ممكن الصوره تغيب عن بعض المشاهدين من بعد حرب التحرير، هذا شارع عمرو بن العاص، تعال سراج، هذا شارع عمرو بن العاص اللي ان شاء الله باذن الله تعالى حنعمروه من جديد وحنبنوه من جديد. هنا عندنا شوارعنا فندي احمد، بعد اذنك لو نحكم مع بعضنا، احنا هنا عندنا عمرو بن العاص شارع العقيب، طبعا ان الشوارع الفرعيه كلها مسكرات. تمام. وين الشوارع اللي سمحوا بها الهنزه العسكريه الدخول فيها؟ شارع البزار، شارع عثمان بحيح، هذين الشوارع اللي امنه بالكامل للوقت الحالي. شارع العقيب، شارع الحشر، العقيب عباره عن ازاله الحاويات هذين، وني شارع الكبده ايضا، وشارع الكبده بالكامل خط عمر بن العاص بالكامل. يعني عمرو بن العاص، عمرو العاص يعتبر بالكامل كله آمن، آمن من الألغام، الحمد لله آمن من الألغام فضل، وأيضا من الألغام. طبعا أكيد نوجه تحية كبيرة لرجال الهندسة العسكرية على كل ما قدموه لما يخدموا بأقل إمكانياتهم. هذا شارعنا، شارع الحشر، طبعا هذا شارع الحشر. مشاهدينا الكرام اكيد الصوره صعبه شويه على المشاهدين، ولكن نحمد الله انه رد باذن الله تعالى حنعمره من جديد. في بعض العائلات ردا بدوا ينظفوا في بيوتهم، في اللي بعض العائلات بيوتهم متضرره بدوا في صيانتهم، وان شاء الله المرحله الجايه الضي والميه، شركه الكهرباء حتى هم بدلين مجهود، الشركه العامه للمياه كذلك. طبعا هذا منزل زميلنا الاعلامي بسام الدراجي، اللي نقول بسام يعوضك الله خير ان شاء الله. كيف احنا نشاهد هذا منزل زميلنا بسام دراج الاعلامي، ونقول ان شاء الله ربي يعوضك خير، واهم شيء كيف احنا قلنا البلاد ردت، نقدر احنا نعمروها باذن الله تعالى بدين الشباب. خلينا بعضنا نخش نشوفوا احد العائلات اللي ردت. يلا. وصل العقيب. احمد بن سلمان. السلام عليكم. كيف حالكم شباب؟ شباب. مشاهدينا الكرام شارع العقيب اللي كلنا نعرفوه، اما هو للاسف بان الدمار شامل الكل كيف احنا نشوفه. الصوره ابلغ من الكلام اليوم واضحه. معنا احد سكان شارع العقيب، السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. بدايه يعوضكم الله خير، والحمد لله على سلامه منطقتكم وشوارعكم. ويعوض بنغازي كله ان شاء الله خير، رحم الله الشهداء وشفى الله، شفى الله الجرحى. بارك الله فيك. انت منزلك وين في شارع العقيب؟ انا الاصل الوالد كان هنا، انا طلعنا مده يعني. نعم. ايوه، لكن كلها عائلاتنا وكلها لنا يعني. وشارع العقيب هذا يعني يعتبر البوثقه متاع بنغازي والوحده متاع بنغازي يعني.
فيها من ما فيش عائله الا ما تلقى فيها هنا وفيها عندها الاصل هذه المدينه القديمه الاصليه الاصل مسمى علينا هي عند حوش الكيخيا كان فيه غار يقولوا غار واسمه اصلا غار العقيب نعم مسمى عليه جدودنا كانوا في المرحله 1717 كانوا في نزاع مع القرمليين حبسوهم في المكان هذا وسمى عليهم شارع العقيب عدوا جزء منهم مشوا لمصراته وجزء بعدين ردوا هنا قعدنا استوطنوا هنا وتمت العائلات التم منها عائلات واجدة بسيكري رحومة جربوع درفيلي الكيخيا بنخيلة دراجي أسماء تلقان كلنا قاعدة في التمين كلهم بنغازي وحدة وليبيا وحدة يعني كانت الحمد لله. اليوم بعد فضل الله عز وجل وشهدائنا الأبطال وقوات المسلحة شفنا اليوم الدمار الموجود جراء حرب تحرير مدينة بنغازي لما رجعت أنت لشارعك وشفت الشارع رسالتك اليوم اللي خذيتها من هالشارع والله الرسالة هي بنغازي ستعود وروحت بنغازي نحن أنا باحث بتعاون في مركز الجهاد في نفس الوقت المركز محفوظات الدراسات التاريخية أن بنغازي تعرضت في فترة الحرب العالمية الأولى والثانية والإيطالية وحتى القرملية وفي الصور قعدت أن كان كل شيء مهدم وردت من جديد بإذن الله حترد طبعا كيف احنا نشوفه مشاهدينا الكرام مدى الدمار الكبير جدا داخل شارع العقيب تعتبر الإمارات بالكامل غير صالحة لسكن من جديد لكن نشكر الله عز وجل على هالنعمة هي أهم حاجة احنا ردت منطقتنا ورد شارعنا وإن شاء الله ربي يرحم شهدائنا اللي احنا نشوفوه معنا قدامنا اللي كانوا عايشين هنا ويقول لك نحن أصحاب حق اللي كانوا عايشين يقولوا نحن أصحاب قضية واللي كانوا يقولوا نحن أصحاب أهل الدين الدين ما أمرش بأنك أنت تدمر مدينة كاملة الدين ما أمرش أنك أنت تخرب مدينة كاملة الدين ما قالكش تقتل ناس نحن الدين واضح عندنا ورسالتنا واضحة قوات المسلحة العربية الليبية وشباب المساند قدمونا اليوم دماءهم باش أجل نحن نردوا هم للأسف الخونة اللي كانوا هنا والإرهابيين قدموا أرواحهم لأجل قضية فاشلة فاليوم بين الحق مع من؟ الحق معنا رغم انعدام مدينتنا أو انهيار مدينتنا لكن بإذن الله تعالى بفضل الرجال والنساء حنبنوها من جديد مشاهدينا الكرام حنشم بعضنا لأحد العائلات اللي رجع طبعا نحيي عائلة الحداد ونحيي صديق ريم الحداد اللي أخوه معنا اليوم السلام عليكم مرحبتين يا أمي شو أخبارك؟ شحال صحتك؟ سامحونا شو أخبارك يا معلش قاعدين واقفين الله يسلمك بداية نقول لك الحمد لله على سلامتكم وسلامة حوشكم الله يسلمك حوشنا والله الله غالب لقينا نص الدبش كله مسروق والله لكن الحمد لله رب العالمين الحمد لله المهم عيلي كويسين ورب ينصر هالبلاد وشباب ان شاء الله بالنسبة للأضرار اللي داخل حوش غير السرقة شنو في أضرار في البيت غير السرقة؟ لا أضرار ما فيش الحمد لله رب العالمين لما رديتي لشارعك احنا عارفين هو الحاجة الحمد لله رب العالمين ونشكر الله جيشنا الوطني والابطال اللي قدموا روحهم على خطرنا هل كنت في اعتقادك انك مش حتروح الحوش ومش حتلقيه والله مرات قلنا نحن جينا هنا وقلنا مرات يعني الحوش ما نردوش لا في حوشان طايحه ما لحد يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله ورب ينصر الجيش وينصر الشباب ان شاء الله وربي يعينكم وربي يحفظكم يا رب ان شاء الله احنا كل دفاش عزقنا لكن الحمد لله ربي عوض خير ساد الشباب اللي راحت يعني احنا نقول الحمد لله رب العالمين ربي يحفظك عويلتك يا رب يحفظك حبيبي ان شاء الله الله يسلمك ويحفظك انت ان شاء الله اظن معاك في نفس عمارة شارع العقيب ونشوف احد العائلات اللي رجعت ايضا لبيوتها تعال صلاح انت صاحب المنطقة طبعا صلاح الحداد موجه له تحية كبيرة جدا اليوم انا مرشد السلام عليكم السلام عليكم اهلا شباب كيف الحال شو الاخبار شو الحال صح شو دايرين شو الاخبار دايرين الحمد لله على سلامتكم الحمد لله على سلامة حوشكم ورحمة الله على والدكم وربي يخلي منتكم يا رب ان شاء الله حويجه مبارك عليك عودتك الحوشك تعال ناخذ بس نخش جو عشان بس الاضاءه شو اخبارك شنو حالك نقول لك بدايه ان ربي يطول في عمرك وتعمري حوشك كيف ما كان واحسن ان شاء الله هذا بعون الله وبراده الله ان شاء الله الحمد لله عودتك لمنزلك وعما جيت ولقيتي هالدمار البسيط يعني الحمد لله يعني كيف استقبلتي هالخشه الصعبه شوي؟ قلنا الحمد لله ما بيجي من رب العالمين الا كل خير ان شاء الله وهي نعمه من الله الحمد لله يعني انعم علينا رب العالمين بانه حوشنا موجود ولله الحمد والترميم إن شاء الله ربي يعيننا عليه ونقدر نرمم ونرجع لحوشنا بكفي إنه قائم هي أكبر نعمة من رب العالمين
بداية كلام كيف احنا شايفين حاليا البلاطات الموجودة بين البيوت، يعني بين كل حوش وحوش نعرفين في سيسان. تعال لو نقربوا دايرين بلاطة ما بين من شقة لشقة عشان يقدر يتحرك براحته، يمشي من اول الشارع عند داخل الشارع ما حد يحقه من رجال القوات المسلحة. فالصورة واضحة قدامنا والبلاطة واضحة، بس ان شاء الله يعني ما يقدرنا الله ان شاء الله تعالى ويرد كل شيء كيف ما كان. مشاهدينا الكرام كيف احنا عارفين اللي من داخل بنغازي، احنا تو حاليا قاعدين وسط داخل شارع الكبده، ومن منا ما كلاش من مطاعم الكبده، ومن منا ما كلاش من كنتاكي الكبده، ومن منا ما كسدش في شوارع الكبده. اليوم كيف احنا شايفين نفس الشيء، ما زال الاضرار موجوده، لكن الحمد لله في عائلات ردن. هنا عندنا اضرار كبيره جدا. تعال يا سراج. هلا كيف احنا نشوفه بداية نقول لك ألف مليون مبروك، الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك، الله يسلمك وبارك الله فيك، بارك الله في هالشباب هذوما اللي قعدوا يجي سنتين ولا ثلاثة في هالدنيا الحاجسة وفي هالرصاص وفي هالهلي. نحن قعدنا سبع شهور، نحن المنطقة هذه طلعت متأخر، قعدنا سبع شهور، فكان أيام عصيبة. شفنا فين الويل، كان الرصاص يضرب عندنا. ها انا كنت مقمز هن مقمز هنا نشرب في قهوه، انفجرت مؤسسه النفط بصاروخ خاون، وكم مره وانحرقت فوقنا شقه. حوشكم حاليا شو الاضرار اللي صار؟ والله الحمد لله، يعني في شويه سرقه وفي شويه صهدايه هيك من النار، لكن الامور كويسه الحمد لله ان شاء الله. نحن نقصتنا لميته ان شاء الله. الضي وصلته عندنا ضي، تمام. نحن الضي ما انقطعش علينا، لكن الميه ان شاء الله. ان شاء الله تدرك الميه. قولي لي لما روحتي حوشكم لقيت حوشكم قاعد، شنو الشعور اللي صار لك؟ فرح الحمد لله. شنو تقولي اليوم لجيش الوطني والناس قد ما تروح على خاطر على البلاد؟ شكرا انتم حررتونا. ربي يحفظك يا رب ان شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله. تجيكم الميه ان شاء الله. قولي يلا. السلام عليكم، الله يبارك فيك. الشباب كيف ما احنا شايفين ينظفوا في منطقتهم. الله يعاون، الله يعطيك الصحة يا رب. تحية للشباب، أكيد تحية للشهيد مصطفى عادل الفلاح رحمة الله عليه، ابن هالمنطقة. مشاهدينا الكرام كيف احنا شايفين حاليا كاسحة الألغام موجودة، شباب قاعدين يطلعوا الشارع. السلام عليكم. طبعا تحية لشباب القوات المسلحة اللي قاعدين حاليا يمشطوا في الألغام من داخل المنطقة. وين؟ يلا. السلام عليكم. ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. تسلم. قولي بديت ربي يعطيك الصحة وموفق. أجواء العمل حاليا في تنظيف شوارع وسط البلاد بعد انتصار قوات المسلحة؟ والله تو الوقت الحالي تو قاعدين ننظفوا في الشوارع، بدينا فين من الكمدة والحمد لله بدينا نفتحوا شارع عمر بن عاص. غير الوقت الحالي الكشيك فيه عطل وماشيين صيانة، وإن شاء الله ممكن أسبوع 10 أيام ويرد ينزل ميدانك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام على يميني من هنا هذه السفارة الإيطالية، هذوما الطليان اللي زمان جدنا لزهم ونحن تو لزيناهم والسراج بيردهم. نقول له يا سراج هالسفارة الإيطالية لو كان فيها خير ما قتلتش عيالنا في 2006، لو كان في خير في الطليان راهو قدموا لبلادنا أي شيء في فايدة، بس من زمان قتلونا ولكن ربي قدرنا وفزنا عليهم وتو تبوا تردهم لنا. فنقول لك هالسفارة وهالبلاد مستحيل حيرتفع عليها علم ايطالي بما ان فيها تريس تحمي هالبلاد. مشاهدينا الكرام هذا الشارع العقيب، هنا عمر بن العاص يا ساده. الشوارع خشن عندي في بعضهن بكثر التشوهات اللي صارت في الشوارع. هذه السفاره الايطاليه.
هذه السفارة واضحة، هذا شرع عام بالعاص. احنا اللي نطلبوه من الهندسة العسكرية نقول رب يعطيكم الصحة وموفقين على كل ما تقدموا فيه، نبوا العمل بس أكثر بكثير، نبوا الدعم للهندسة العسكرية، نبوا من الخدمات العامة أنها هي تساعد وتزيد في عملها أكثر من هي قائمة عليه، نطلب من رجال الكهرباء أن هم يعجلون بعودة الكهرباء للمنطقة، نطلب من رجال الصرف الصحي أن هم يخدموا، يعني كل واحد وظيفته حاليا عمرو بالعاص وسط البلاد محتاج لنا، ضي، مية، خدمات، بناء، تعمير، كاسحة ألغام، هندسة عسكرية، شباب، حتى المنطقة كنا نبو نصبه، تو نبو الفزعة لهالمنطقة، رديناها اليوم بدماء شهدائنا ولازم احنا نعمروها بدم شهدائنا ما يريحش هباء. حسن زايد، حسن زايد لازم يهم شيء اكيد. مشاهدينا الكرام، حاليا قاعدين معاكم في شارع الرعيض، اكيد تحيه لكل اهل الرعيض اللي نعرفوهم اللي قدموا الكثير والكثير، وهذين احد البيوت لو نشوف المنظر العام. في ايضا في داخل البيوت هنا في ألغام مكتوب عليها من قبل رجال الهندسة العسكرية، هذا مطعم سي خليفة تاع الفاصوليا، عرب بنغازي الأصليين، الوكالة اللي قدم يعرفوا هالمطعم زمان، مطعم سي خليفة. اليوم أكلت فيها فاصوليا. اليوم أكلنا فيها، حتى أنت ما شاء الله عليك. أنا مطلع. السلام عليكم، مرحبتين، شو الأخبار؟ شو حال الصحة؟ كل المنطقة. تسلم. يعطيكم الصحة. شكرا كرام، حاليا قاعدين ما زلنا معاكم في حلقتنا اليوم وسط البلاد، احنا حاليا قاعدين في الامارات الخمسه، شايفين حتى الاضرار موجوده فوق. هو الحاصيل ان وسط البلاد ما فيش مكان ما نضرش، ما فيش حوش ما نضرش، ما فيش حتى الغريب انه في وسط القطران طلع زرع، يعني ما شاء الله وعليكم من خير بلادنا واجد. فما بعدنا حنخشوا هذا المعرض الصناعي، هذه خطوط جويه الليبيه، هذا مصرف الوحده، فرع السوق. في مناظر لما تشوف هن يعجز اللسان عن الكلام، يعني بلسان واحد من سكان بنغازي نقول ربي عوضنا خير، عوضنا خير على بلادنا، عوضنا خير على وطننا، عوضنا الله على هالدمار اللي دمروا لنا الجماعات الإرهابية اللي ما زال في من يدعم فيهم. صندوق الضمان الاجتماعي، وما منا لا يعرف الصندوق اللي قاعد يقدم في مساعدات للناس كبار السن واللي كان يخدموا فيه وكان يقدموا فيه بشكل غير طبيعي. المعرض الصناعي، احنا طبعا ما بشخش جوا الا حفاظ على الامور تمام جوا. احمد، المعرض الصناعي، خطوط جويه ليبيه، مصرف الوحده، دار الكتب، عماره الضمان الاجتماعي، عماره الخليج، منزل حميده شحومي، منزل الفنان عقيده رضوان، منزل اله عرويه، يعني بجديات ان اخوتنا اللي من الجهه الثانيه اللي ما زال مش مقتنعين بان عندنا جيش وطني وان عندنا كرامه وان عندنا عزه البلاد وان عندنا قلب على البلاد، تعالوا شوفوا يا سيدي، هاي شوفوا انتم شن قدمتوا لنا اليوم ونحن شن قدمنا، شوفوا انتم شنو عطيتوا لهلنا وناس كم ناكو على اخوتنا الليبيين اللي من الجهه الثانيه اللي ما زالوا يحاربوا فينا، اخوتنا الليبيين اللي ما زالوا يدعموا في الارهاب، اخوتنا الليبيين للاسف اللي ما زالوا داعمين للدواعش. ها الصوره واضحه يا سيدي، انا مش حندوي، تفضل بكاميرتنا خذها من بدايه عماره آل شحومي وخش من بدايه عقيلة رضوان وبال شحومي وقدامكم شو اسمه مطعم تاع الحرايمي الاولي هذا؟ احمد شو اسمه مطعم حرايمي من؟ بوليفة بوحلفاية، عمارة صندوق التضامن الاجتماعي، شركتنا الموقرة شركة خطوط جوية الليبية. مشاهدينا الكرام، القائد حسن عروية ابن مدينة بنغازي ابن وسط البلاد، نقول لك ألف 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 حمد لله على سلامة حوشكم والعودة له. الله يسلمك وبارك الله فيكم، ومشكورين قناة الحدث، أنتم دائما رائعين. شهادتي فيكم مجروحة، ربي يوفقكم لتوصيل الحقيقة للناس
لتعريف ان البلاد الان امنه والحمد لله. انا الان موجود انا واسرتي والحمد لله. ربما يكون هذا اليوم اول يوم ممكن نبدأ مع بعضنا يعني ان شاء الله. جيناكم اليوم كنتم في اول يوم ان شاء الله باذن الله. نحن نجي 8 أيام نديروا في الصيانه الحياه مش حتوقف. يعني اليوم بيتين هان؟ باذن الله. يعني اليوم في عشاء. مرحبتين بك. وراك حاجه سراج انت؟ مرحبتين انت سراج وكل الطاقم اللي معك. ربي يحفظك. يشرفنا انكم تكونوا معنا والله. ربي يحفظك. الله يسلمك. احكي لنا شعورك بعد عودتكم للمنطقه. والله الحمد لله. يعني الحياه مش حتوقف، حتستمر، بنغازي حتستمر، ناسا حتستمر وحتعود بنغازي. روحت كيف ما تقول انت روحت؟ فعلا روحت والحمد لله. الحمد لله. ربي يعطيك الصحة قائد، ربي يحفظك. ان شاء الله ديما طيبين. تسلم. وسهلا يا اهلا وسهلا. خير يا اخوي. امور يا اخوي. طيب يا غالي. شنو حال صحتك؟ شنو حالك؟ شنو داير؟ صحة والله. شنو اخبارك؟ طمني عليك وعلى الاهل وعلى كل المنطقة. والله الامور الحمد لله يا حميدة. والله 100 100 ماشي الخير الخير ان شاء الله. غير العائلات بس وحدة وحدة. اصبيت رجينا واجهت على هالكم يوم نصبر الكم يوم هذينا. وفي هنزه الهنزه العسكريه للغام. نعم. وفي لجنه تيسيريه تو ضمينا معاهم عضو واحد فيهم قاعد عرفته رئيس سيناجي الورفالي وسي محمد المغربي اللي توه. نعم. وبالجهد الكواشيك بالمجاوده، التموين بالمجاوده، ماشي يا بالنسبه لمن احكي لي على الضي تو. في بعض المناطق في حواشين فيها وفي حواشين ما فيهاش. قبينه يا تخدم وين هذه؟ هذه تخدم يا حميده. ترى تعزق عليها سيرجو. تمام. لكن شنو يا حميده؟ كهرباء في العلقات تو كيف الحوش هذا يقعد تمام، في اللي بعده طايح، كيف يوصل له؟ اه الوصلات. اه يعني هو هنا في ضي اصلا واصل. فهمنا هيك. اه اصلا في بعض في ناس قالوا ضي مش وصلنا، فهمنا تو احنا الضي واصل قاعد، لكن في القطع كيف هيا كيف الخيط هذا مقطوع. الله يفتح عليك. تو كيف الحوش هذا مضروب، كيف بيوصل للضي؟ مع انه كيف يوصل له؟ تو جارنا هذا من العماره. مرحبا. العماره بشنو؟ صحة صحة طيب. صحة طيب. حالك؟ صح. عندك ضي؟ اه والله ضي واخذ كابل من سايبين الشباب الرجال البحريه. تمام. موصلين كابل من سكابلي. باه كابل ضي من 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 لاورا. باهي موصلين جايبين عندها هنا، نحن موصلين منا عرفتهم. لكن ضي العام ما ياش ضي العام مش زي الضي هذا. تعال تعال لو مثلا كيف الخيوط هذين هنا خيوط قدم القدم مضروبات كلها عرفت كيف هذا. اي انتم مثلا البيوت اللي غالي ما قدرش يجين الضي لان الضي بتاعهم مضروب كلن. هذا ضروري شنو فيها الكهرباء تبي ما تبي تخدم هذه مش توصل الضي. ما هي حتى قلنا نبغى الكل يخدم الضي والميه والخدمه كلها تخدم وفروا لها امكانيات الكهرباء تخدم حتى هي. السلام عليكم. هذا مصرف الوحدة. كيف انا شاهد مشاهدينا الكرام، هذا مصرف الوحدة فرع السوق، وهذه شركة خطوط جوية ليبية. هذه عماد الخليج. عماد الخليج واضحة. هذه لو تحكي لنا انتم هنا. طبعا الحمد لله هنا المنطقة الان لها فترة. طبعا نحن عند حد معين بس. نعم. طبعا حدنا المعين نحن هنا عندك عند العيون. العيون طبعا المفرق هذا تمامه. عندك جهه هذه كلها امنه باذن الله. طبعا مجموعه شهداء الزاويه 21 متواجده هنا. تمام. عندك شارع مفتيحة طبعا مجموعات 152 كذلك مكافحه الارهاب. جميل. تمام. وزاره الصحه طبعا مؤمنه ان شاء الله. الجهه هذه كلها مؤمنه. تعال قدم. نعم. تعال بس نخش بس الخطوط. اه تعال بس تعال شويه نخش بس هنا نسترجع شويه. طبعا هذا ما كتبي انا. طبعا معروف انه احد موظفي خطوط جويه ليبيه. هذا كان مكتبي وين عدوا نسيت حتى مكتبي وين عدى. هو هذا مكتبي نوا. هذا جي هنا استهداف نتاعهم. هم كانوا متمركزين هنا. طبعا استشهد معنا واحد الله يرحمه ويسامحه هنا وانجرح واحد طبعا معنا. هذه دانت دبابه او الدبابه اللي طبعا كانت عندهم استهدفوا بها هنا استهدفوا المصرف. لأن طبعا الواجهه هذه كنا طبعا شنو ضاغط عليهم من عند الوقت الحالي هذا. من عند الوقت الحالي نحن مازلنا ضاغطين عليهم عرفتوا. ومازلنا لان تو ان شاء الله باذن الله ما يطلعوش من هنا يين يكملوا كلهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله مع الشرق وما يمكن يدور فيه ما عندهم شيء. نستغل هالفرصه وانا قاعد هنا في داخل مكتب خطوط جويه ليبيه قد تحيي كل زملائي في الخطوط. رحمه الله على كل تريس اللي ماتوا في هالمكان المكان اللي قدم لبلادنا واجد. 19 شهيد رحمه الله. مبنى الخطوط هذا فيه 19 شهيد. نعم. هذا المكاتب الثانيه. انا كان مكتب الاستقبال للشركه. طبعا هم كانوا شبابنا نحن. هذه قائمه شهدائنا طبعا ديما وين ما نمشوا قائمه شهدائنا. رحمه الله على شهدائنا امجد تورثي. ايوه. عبد الرحيم ادريس البدري. اسلام لحوتي انس لحوتي عبد الله براس علي
عادل باري حماد، جلال التاجوري، خالد المسلاتي وجاسم التاجوري وكل شهداء كتير 152 مشاعلية. احنا حاليا قاعدين قدام مبنى خطوط جوية من الجهة الأمامية، وهنا عندنا دار الكتب هذانا، وهذا مصرف المصرف الوحدة. مصرف الوحدة هذا طبعا. نعم. هذا سوق المعرض. طب بالنسبة للضرب اللي هنا، انت قلت لي كانوا هنا يتعاملوا هنا، شو كان عندهم بالضبط؟ كان عندهم هاون، طبعا هذا الهاون بهت لوطة هنا الهاون. تمام، عندهم استهداف طبعا هم بالاس بي جي، طبعا ايام الاس بي جي سي 5 كانوا يستهدفوا بدباباتهم، يستهدفوا ب 23 او الماكينات اللي حارقين وضربين كلهم. تمام، عندك مبنى الخطوط حتى هو مستهدفينه بالدبابه مرتين. ايه واضحه في ال طبعا هذه استهداف كلهم الدبابات بتاعتهم هم، ايام كانت دباباتهم قعدت قبل ما يقضوا عليهم. طبعا ضربين اللوطه، ميكانات اللوطه ضربين كلهم. بات عمدان الضي كيف قسمينه كلهم طبلات سيارات مواطنين طبعا. هذه سياره مواطن، هذين سياره مواطنين حتى لنا حارقين كلهم. كلهم حارقين هم، عرفت رمين هم حارقينهم، فما خلوش شيء هم. بس الحمد لله الوطن رد، الحمد لله رب العالمين، اكيد رد بشهداء وبجرحى وبرجاله اللي قاعدين في الميدان، اخوتنا الشرطه الله اكبر عليهم حتى هم تعاونوا معنا. الحمد لله. مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم لنهايه حلقتنا اليوم من داخل وسط البلاد. ما عادش نقولوا محور وسط البلاد، ما عادش نقولوا محور الصابر، ما عادش نقولوا محور، لان المحاور عندنا انتهت، وعندنا حاليا مدينه محرره باذن الله تعالى من قبل قواتنا المسلحه الحربيه الليبيه. نشكر كل شهيد ضحى بروحه على خاطر هالبلاد، نشكر كل واحد سند القوات المسلحه، نشكر كل ام دعت لجيشنا الوطني، ونشكر كل نازح وسع باله وصبر على البلاد باش ترد البلاد اليوم كيف ما كانت. اليوم الصوره في الشاشة غير الصورة اللي في الطبيعة. اليوم الدمار يعتبر كبير جدا داخل وسط البلاد، من ناحية دار الكتب، عمارة الخليج، شارع الشريف، عمارة التضامن، المصارف اللي عندنا، كل وسط البلاد يعني يعتبر يقولوا الدمار كان كبير فيه. ولكن كيف ما شهدائنا ضحوا بأرواحهم على خاطر هالتراب وهالبلاد ترد لنا، نحن اليوم المدنيين بإذن الله تعالى حنعمروا هالبلاد. نطلب من رجال الكهرباء، من رجال الخدمات العامة، من رجال الصرف الصحي، من رجال المياه، رجال الهندسة العسكرية، الشرطة، كل أي مواطن يقدر أن هو يقدم عمله بأسرع ما يكون وسط البلاد، أنه هو يسرع شوية. الناس ردت الحواشينها، في ضوايا موجودة في بعض الحواشين والحواشين الأخرى لأن الخيوط مقطوعة، لما هي ما زال ما وصلتش نبوا الخدمات تكون أسرع ما يكون. نطلب من الأسر اللي ردوا لبيوتهم أو الناس اللي خطرت تخش تشوف حوشها، لو سمحتوا بعد أنكم ما حد يخش إلا لما يتواصل مع رجال الهندسة العسكرية. الهندسة العسكرية موجودة، شباب الحراسات موجودين، كل واحد قاعد يؤدي في عمله. أنت من الاخرين نقول لكم، انتم صبرتوا 3 ولا 4 سنين على النزوح من بيوتنا، ما جيناش في هالفتره بسيطه نودر فرحتنا بان نفقدوا اي واحد، سواء اب او ام او عيل فرحان انه يخش حوشه. البلاد ردت، نحن نعمروها باذن الله تعالى، وندعو دائما لقواتنا المسلحه بالعمر الطويل. نترحموا على كل شهدائنا، ونرد باكم حد ينسى دم الشهيد، لان الشهيد هو اللي قدم لنا الهديه. من امام مبنى خطوط جويه العربيه الليبيه، اللي نتمنى ان شاء الله ربي يقدرنا ونعمروها من جديد بكاميرا سراج العلام. شركسي يحييكم، يحفظ الله بلادنا، والسلام عليكم.